للمزيد إذن بشأن آخر المستجدات في قطاع غزة، معنا عبر خدمة زوم الصحفي الفلسطيني حسام عز الدين من رام الله. مرحبا بك. ومعنا الأستاذ عضو المجلس محمود المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي أيضا عبر سكايب من مدينة نابلس. مرحبا بك. نبدأ منك أستاذ حسام عز الدين، يعني أكثر من 200 يوم حتى الآن على العدوان، ولكن قوات الاحتلال لا تزال مستمرة في هذا العدوان السافر الذي يستهدف المدنيين في مختلف مدن قطاع غزة. ما تعليقكم على استمرار هذا العدوان بهذه الوحشية حتى الآن؟ نعم، هو العدوان يعني لم يعد فقط على قطاع غزة، ولا نضيف شيء أكثر من التقارير التي عرضتموها على شاشتكم، نعم. لأن حجم المآسي التي يعني تجري في قطاع غزة لا يصدقها عقل. الآن الوضع لا زال على ما هو عليه، قوات الاحتلال لا زالت حتى هذه اللحظة تمارس القتل في قطاع غزة بشكل يومي، في الضفة الغربية بشكل متقطع، الاعتقالات مستمرة، الهجمة الشرسة التي الجميع يتفق أنها غير معهودة طوال السنوات الاحتلال السابقة، بمعنى أن الاعتقال زي مثل الاحتلال، ممكن القول أن الاحتلال خرج من عقالها إلى أبعد حدود، وهذا سببه بالدرجة الأولى سكوت الدولي عن هذه الجرائم التي يتم ارتكابها بشكل يومي. اليوم التطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية، هو الشريط أحد الأسرى المختطفين لدى المقاومة في قطاع غزة، والذي على ما يبدو أنه بدأ بتحريك الشارع الإسرائيلي بشكل أقوى من الفترات السابقة. هناك مطالبة مباشرة بضرورة التوصل إلى اتفاق وتبادل وإعادة الأسرى المختطفين في قطاع غزة. كافة الجرائم مثل ما قلت لك أخي، أن الاحتلال لا يترك يوم دون مواصلة ارتكاب هذه الجرائم، وفي ظل سكوت دولي على ما يجري. اليوم أيضا كان هناك خطاب لرئيس حكومة الاحتلال، والذي أشار بدايته، وعلى ما يبدو أن التحركات الدولية خاصة إذا أشرنا إلى ما يجري في الجامعات الأمريكية في الوسط الطلابي من تظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يبدو أنه أثر على منظومة الاحتلال حينما بدأ المؤتمر الصحفي بالحديث عن هذه التظاهرات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية ضد العدوان. الآن الفلسطينيين لم يعد لهم إلا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لإنهاء هذه المعاناة التي تجري بشكل يومي. وفي نفس الوقت لم يعد الشارع الفلسطيني يعول كثيرا على المنظومة الدولية، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن أكثر من 200 يوم لغاية الآن مرت، وعمليات القتل المروعة التي تجري في قطاع غزة، أضف إلى ذلك مسألة المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها مؤخرا، والتي يعني ما يبدو قد بدأت تحرك في المنظومة الدولية شيئا ما في الدعوات إلى تشكيل لجان تحقيق في هذه الجرائم. لا يمكن القول أكثر من أن الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة يعيش مرحلة غاية في الصعوبة، إضافة لذلك أن الاحتلال يمارس يعني أفظع أنواع القمع، سواء بحق سكان قطاع غزة في الضفة الغربية، وأيضا الأسرى. ما تحدث به مسؤول شؤون الأسرى لاحظناه بأعيننا، هناك أسرى يعني فارق الصور حينما اعتقلوا قبل 6 شهور، وعندما خرجوا بعد 6 شهور، اختلاف فظيع يشير بشكل واضح إلى مدى المعاناة التي يعانيها الأسرى داخل سجون الاحتلال. عوضا عن ذلك يجب الحديث عن أن 16 أسير استشهدوا خلال 6 شهور الماضية من الحرب داخل السجون الإسرائيلية، وهذا لأول مرة يحدث في التاريخ.
من هنا أستاذ محمود أيضا، يعني بعد كل هذا التدمير والعدوان، وهذا العدوان سيدخل بعد أيام شهره السابع، كل هذا التدمير وحتى الدعم غير المحدود من دول العالم ولا سيما أمريكا، لكن الاحتلال حتى الآن قوات الاحتلال بهذه الحرب الهمجية لم تحقق أي من أهدافها الرئيسة لنقل حتى الآن، ما تفسيركم لذلك؟ يعني الاحتلال الصهيوني يعني يواصل القتل اليومي في أهلنا في قطاع غزة. ويحضرني تصريح مارتن جريفيث وهو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال أن هناك خيانة للإنسانية في العالم الذي يتفرج على هذه المذابح اليومية ضد الأطفال النساء، مشهد مؤلم كما يرويه أهل قطاع غزة. يعني الاحتلال بين الفينة والأخرى يصرح أنه لم يحقق أهدافه، لم يقتلع المقاومة، يعني كثير من التصريحات لأركان العدو الصهيوني. يعني الأهداف الصهيونية، ماذا بقي من قطاع غزة؟ يعني أليست هذه أهداف؟ لم يحققوا أهداف، لقد مسحوا قطاع غزة. يعني النساء أكثر من 10,000 امرأة تم قتلها أو استشهدت، هناك أكثر من 14,000 طفل، هناك يعني أرقام يعني يندى لها جبين الإنسانية. ويقول في آخر المطاف يقول لم نحقق الأهداف. ما هي هذه الأهداف؟ يعني الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني هي ليست أهداف. لم يبقى بيت على أركانه، لم تبقى مزرعة، لم يبقى مستشفى، لم تبقى جامعة أو مدرسة، كل هذه أهداف. هذا هو البنك الأهداف الصهيوني، حيث استخدموا ما يسمى بالذكاء الاصطناعي لقتل كل الفلسطينيين، قتل كل أبناء الشعب الفلسطيني. يعني ما نشاهده هذه الأيام أن القتل اليومي يزداد، يعني تزداد وسيرة التدمير. يعني وسائل الإعلام كثيرا ما توثق حقيقة الهجمات اللحظية التي تحدث أثناء تغطية أخبار الحرب العدوانية. ولذلك يعني هذه الأركان العدو الصهيوني عندما يقول لم نحقق الأهداف، نعم هناك هدف رئيسي لهم وهو تحرير الأسرى الصهاينة. يعني هذا لم يحققه ولن يحققه ما دامت هذه الحرب العدوانية الوحشية تشن على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. يعني هذه الحرب العدوانية يعني نتنياهو مستمر فيها ويريد أن يستمر ويذهب إلى البعيد من أجل القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني أكثر من 120,000 فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة أنه أسقطوا فوق قطاع غزة أكثر من 80,000 طن من المتفجرات، وجميعها من مستوردة ومن الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الرئيسي في هذه الجريمة. أيضا أستاذ حسام، من تداعيات هذه الحرب حتى الآن، إذا انتقلنا إلى الشمال، جيش الاحتلال حتى الآن أبلغ عددا من الأسر في بيت لاهيا إلى الشمال من غزة بضرورة إخلاء هذه المنازل بأنها منطقة خطيرة. ما الذي يريده الاحتلال من هذه المنطقة في الشمال من غزة؟ نعم، هو تحديدا هو الآن الاحتلال يمارس قضية التركيز أو الإشارة إلى أنه سيدخل رفح. فبالتالي هو أصلا بالشمال، دخل الشمال طوال 200 يوم الماضيات، دخل إلى الشمال ووسط قطاع غزة، والآن يقول بأن هناك يعد العدة لدخول مدينة رفح. وهناك حديث على أن الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه جاهز للدخول إلى مدينة رفح، ولكن ينتظر موافقة المستوى السياسي. مثلا هو يريد، هو يتخوف يعني من منطقة الشمال، يتخوف أو يقول أو يعتقد
بأن في حال أنه دخل منطقة رفح أن يحدث هروب إلى منطقة الشمال، لذلك هو يريد أن يدخل منطقة رفح ويكون ضامن بأن منطقة الشمال لن يهرب إليها أي من سكان قطاع غزة وتحديدا المختطفين والمقاتلين. قبل يومين ادعى الاحتلال بأنه دمر كل البنى التحتية للمقاومة من شمال غزة حتى أو وسطها، لكن قبل يومين تقريبا أطلقت صواريخ من منطقة الشمال، بمعنى أن لم يحقق أي شيء مما المستوى العسكري مما أعلن عنه. وقد يكون أتفق مع زميلي الذي تحدث سابقا أن الاحتلال هو حقق أهداف، نعم نجح في تحقيق أهداف القتل والهدم وتدمير كل ما هو يمت للحياة في قطاع غزة، نجح بذلك، لكن على الصعيد العسكري لم يبقى له إلا ورقة رفح، ونتنياهو لغاية هذه اللحظة يلوح بهذه الورقة، وأعلن بأن الوسيلة الوحيدة للضغط على المقاومة الفلسطينية هي النواحي العسكرية، بمعنى الضغط العسكري كي يدفعهم إلى التفاوض وتسليم المختطفين. لكن الجميع يتفق، حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بأن هذه الأهداف التي تحدث عنها وطريقة إعادة المخطوفين حسب ما يطرحه رئيس وزراء الاحتلالية بعيدة المنال وقد تؤدي إلى كوارث. وعزز هذا الحديث ما أعلنه الناطق باسم حركة حماس الكتاب القسام يوم أمس، بأنه قال محذرة الجانب الإسرائيلي بأن لا يكون بأن يكون مصير المختطفين مثل الطيار أرون أراد الذي اختفى في لبنان ولم يظهر له أي أثر لغاية هذا اليوم. نعم. بمعنى أن الآن واضح أن خلال الساعات الماضية هناك حرب نفسية متبادلة، وبتقديري يعني حرب نفسية هائلة، ولا أحد ممكن أن يتوقع ما ستؤدي إليه خلال الأيام القادمة. أتحدث على الصعيد السياسي وصعيد المفاوضات، لأن الأمور عايز مثل ما قلت لك على الصعيد الأرض أعتقد أنه لم يعد في جعبة الاحتلال الإسرائيلي أي شيء فيما يتعلق بالجرائم، تنفيذ جرائم جديدة، أطنان من القنابل ألقاها، طائرات استخدمت، المدفعية استخدمت، كل شيء فيما يتعلق بالنطاق العسكري استخدم ضد هذه البقعة التي لا تتعدى 360 كيلومتر، ولم يحقق لغاية الآن أي نجاح عسكري في المفاهيم العسكرية. ولكن يعني أستاذ محمود صيفي، هذه الجرائم تزداد، من ذلك بالنسبة إلى المقابر الجماعية ما وثقه حتى الآن المرصد الأورو متوسطي، ذكر أن عواقب الحرب حتى الآن مفزعة ومخجلة للمجتمع الدولي، إذ وثق حتى الآن 140 مقبرة جماعية لمئات الجثامين، وذكر أن هذا يعني فشلا ذريعا في عدم إلزام قوات الاحتلال بالقانون الدولي. كيف ترى، هل نحن في مرحلة التوثيق الآن وما فائدتها؟ يعني منذ بداية العدوان على قطاع غزة والمؤسسات الدولية سواء وكالة الأونروا أو المؤسسات الأخرى التي تتابع وتتواجد على أرض قطاع غزة توثق، وما نشاهده ونقرأه في كل لحظة عن أعداد الشهداء وأعداد الجرحى وأيضا التدمير الممنهج للمؤسسات والمساكن الفلسطينية، ما زالت هذه الأرقام تتصدر الصحف، تتصدر الوكالات الأنباء الفضائيات، ومن خلال أيضا هذه المؤسسات ترسل إلى مكاتبها الرئيسية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة وفي كل العالم. يعني هذه الأرقام المفزعة والمروعة التي تحصل وتنفذها الآلة الصهيونية القاتلة المجرمة تجاه الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، يعني لسكان قطاع غزة بشكل عام، لم تحرك ساكنا هذه المؤسسات رغم صدور قرار عن محكمة العدل الدولية، والآن يتحدثون في محكمة الجنايات الدولية عن محاكمة أركان الحكومة الصهيونية والجيش الصهيوني، ولكن يعني أمام كل هذه التصريحات نشاهد اليوم ومجلس الشيوخ الأمريكي يصادق
على مساعدة بقيمة 14 مليار دولار للكيان الصهيوني، للجيش الصهيوني، لمساندته في قتل البشر، لتدمير الناس، تدمير البشر، الحجر، يعني الشجر، لم يبقى شيء في قطاع غزة. يعني ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الجيش النازي الذي يقتل يوميا النساء والأطفال؟ يعني الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، يعني ما زالوا يصرحون برفح يجب عدم اقتحامها وعدم دخولها، ولكن على واقع الحال ما زالوا متفرجين. ما زالوا كما قال المناضل، أقول له، اللي هو مارتن جريفيث، أن هذا العالم خان الإنسانية، يشاهد الأطفال يتضورون جوعا وألما ومرضا، إضافة لسقوط منازلهم فوقهم. يعني هناك مجازر، يعني المرصد الأورو متوسطي رصد أكثر من 3000 مجزرة طوال هذه الشهور السبعة. يعني هذه الأرقام يعني نشاهد ونقرأ، ولكن ما أقوال وليست أفعال. إذن أستاذ حسام، يعني في الموضوع نفسه الآن المسؤولون أمميون يدعون إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في هذه المقابر الجماعية المكتشفة حتى الآن في غزة. هل برأيك من الممكن حاليا إخضاع قوات الاحتلال لتحقيق دولي في هذه المسألة؟ نعم أخي، في كثير من التصريحات خرجت عن مؤسسات دولية فيما يتعلق بقطاع غزة، لكن أود الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الدولية منذ اليوم الأول للحرب في قطاع غزة منعت من دخول قطاع غزة، وهذا يتنافى مع أدنى القوانين الدولية التي تدعي وتتحدث عن حرية الإعلام وحرية الصحافة بشكل عام. إذا لم يتمكن العالم من إجبار إسرائيل على السماح لدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، فكيف سيوافق الاحتلال على تشكيل لجان هذا التحقيق؟ هناك المطلوب تشكيل لجان تحقيق في عدة أمور، ليس فقط فيما يتعلق بالمقابر الجماعية، لكن هناك في لجان تحقيق في لماذا هدمت المدارس، لماذا هدمت الجامعات، لماذا هدمت مكاتب وطنية أثرية، لماذا هدمت كثير من المواقع الأثرية. فبالتالي أنا القضية الآن لم يعني لا أنا بتقديري هذه ليس أكثر من إبر تخدير لما يجري. المطلوب في هذا الوقت هو وقف هذا العدوان على قطاع غزة، و يعني حماية من تبقى من سكان قطاع غزة ليبقوا على قيد الحياة. مسألة المقابر الجماعية بعد بتقديري أن هذا الموضوع كان يثار دوليا عند الحديث عن أي مقبرة جماعية يتم كشفها في جميع أنحاء العالم، كان يقف العالم على رجل واحدة، فما بالك في الحديث عن عشرات المقابر الجماعية التي أعلن عنها في قطاع غزة. ولغاية الآن يعني إن كثر الاهتمام الدولي يتحدثون عن تشكيل لجان تحقيق، وما الذي يمنعهم من تشكيل هذه اللجان؟ لماذا لا يبادروا لتشكيل هذه اللجان؟ يعني مثل ما قلت لك، العالم يتباكى على ما يجري على قطاع غزة، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي شيء فعلي من أجل مثل ما قلت على الأقل إنقاذ من تبقى من سكان قطاع غزة. إذن الصحفي الفلسطيني حسام عز الدين من رام الله، شكرا جزيلا لك أستاذ حسام. كذلك أشكر أستاذ محمود الصيفي عضو المجلس الوطني الفلسطيني عبر سكايب من مدينة نابلس.